المرة اللي فاتت كنا خلصنا الصفحات الاستاتيك خلصنا الصفحات الاستاتيك بتاعتنا اللي هما about وcontact us وكانت دي about تمام ودي contact us وكان باقي حاجة صغيرة يمكن نسينا المرة اللي فاتت نتكلم عنها أو كده يعني ممكن نستكملها النهاردة وهي فكرة التجاوب يعني ايه التجاوب احنا عارفين ان الموقع ما يبقاش موقع يعني مظبوط الا لو كان متجاوب مع كل الاجهزه زي مثلا مع البي سي مع اللابتوب مع التابلت مع الموبايل فاصبح ضروره ان الموقع بتاعك كده وخصوصا الموبايل يعني اكتر جهاز حاليا في اي احصائيات اكتر جهاز بيستغ... بيستخدم هو الموبايل فلازم اصلا الموبايل يكون افضل نسخه يعني مش تس... يعني قليل لما حد يخش على الديسك توب. ولذلك بيقول لك في بعض المدارس بتقول لك موبايل فرست موبايل فرست يعني صمم بالموبايل الاول وبعد كده ظبط الباقي على الموبايل يعني الموبايل هو الاساس يعني الموبايل فون شايفين فوق هنا موبايل اي موبايل 96.5% السمارت فون منهم 94 اللابتوب والديسك توب 61 ده من مجموع ايه الناس اللي بتستخدم انترنت في الربع الاول من 23 بيستخدموا كده ف 96% منهم بيستخدم الموبايل تمام 61% منهم بس بيستخدم اللابتوب او الديسكتوب تمام فالحاجات دي بتوضح لي ان الموبايل والسمارت فون بعديهم اللابتوب والديسكتوب هم من اعلى الحاجات يعني التابلت مثلا 25% مش كل الناس بتستخدم تابلت الاحصائيات دي مهمه عشان نعرف احنا بنصمم لمين فضروري جدا نصمم للموبايل كويس والسمارت فون برضو اللي هو نفس القصه نصمم له كويس فهنرجع للجزء ده احنا عندنا في جزئيتين في الهيدر والفوتر وعندنا في الصفحتين اول حاجه تعال نروح للهيدر عشان نشوفه هل هو متجاوب ولا لا هل لما نيجي نشتغل على الموبايل هيبقى تمام ولا لا وده نقدر نشوفه لو انت مثلا على الموقع لو صغرنا الشاشه شويه كده يعني عملناها كانها موبايل كده اهو ننزل الحاجات دي <applause> هتلاقي اتحولت القايمه اللي هنا يعني انت كل ما بتكبر الشاشه وتصغرها ما هو ده التجاوب يعني ايه يعني على حسب حجم الشاشه المحتوى فالمحتوى عامل كده دلوقتي قائمه اول ما بدات اصغر هو لغايه المقاس ده شغال عادي 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 اول ما جه عند المقاس ده اتحول ده تقريبا مقاس تابلت مثلا تفضل تمشي كده لغايه الاخر موبايل هنلاقي اتحول دي للقائمه دي ظهرت قائمه تانية خالص القايمه دي الوانها وتظبيطاتها مش مظبوطه بالنسبه لي يبقى لازم اعدل عليها عاوز اضيف حاجه اضيف يبقى انا لازم ابدا اعمل اعدادات القايمة المتجاوبه وهكذا في الفوتر فاحنا لما بنروح على الكاستمايز ونروح للهيدر فوق تحت هنا في الجزء اللي في اسفل هنا في الديسك توب اللي احنا عليه دلوقتي وفي التابلت لما ادوس عليه هيجيب لي شكل التابلت شكل التابلت هلاقي تحت جاب لي برضو العناصر اللي موجوده في الهيدر تحت بعض الثلاث صفوف بس هيجيب لي هنا حاجه اللي هي ايه المحتوى اللي جوه القايمه اللي هتظهر اللي هي القايمه اللي هنفتحها دي تقدر تظبط كل اعداداتها ومحتوياتها من هنا يبقى دي اول حاجه هنعملها ان احنا دلوقتي هنظبط احنا هنخلي مثلا اللوجو زي ما هو كده والقايمه هنا ما انت ممكن تيجي عند هنا وتعدل التعديل ده بيكون على الموبايل يعني هاجي اعمل كده مثلا واحط القايمه كده حطيت القايمه في المنتصف وكده لكن لما اروح للديسك توب هتلاقي عادي تمام الديسك توب ده عادي لكن التعديل ده اللي حصل بيحصل على التابلت وعلى الموبايل طب ارجع اللوجو واروح للتريجر عاوز اضيف انا حاجه هنا فوق مثلا ادوس كده واعمل باتون هيظهر هنا زر فوق الزر ده موجود برده في التابلت لكن مش موجود في موجود في التابلت والموبايل مش موجود في الديسك توب لكن موجود هنا وموجود هنا ولذلك احنا دلوقتي هنبدا نصمم القايمه المتجاوبه القايمه المتجاوبه عاوزين يبقى فيها ايه مبدئيا احنا حاطين التريجر ده اللي هو القايمه بعد ما بقت متجاوبه بالشكل ده خلاص واللوجو من الناحيه دي هل احنا كان في حاجه تانية في الديسكتوب اه كان في البحث يعني زر البحث طب انا عايز اضيف زر البحث برضو على الم... اجي هنا على ده وهاجي جنب التريجر اللي هو القايمه دي واعمل آه سيرش تمام هيروح حاطط لي بتاعت سيرش يبقى اصبحت برضو في سيرش جنب القايمه عايز تحط أي حاجة تانية مثلا السوشيال ميديا ممكن أجي كده وأقول له السوشيال هيجي يحط لي حاجة السوشيال فوق بس إحنا دلوقتي بنشتغل على السمارت فونز عموما طيب هشيل السوشيال كده خلاص إحنا هنظبط على الوضع ده هتيجي بقى على التريجر دي تدوس عليها هيجيب لك إعداداتها إعداداتها على اليسار عندنا في التريجر أيكون شكل الأيكون نفسها تمام يعني هنا مثلا شوية أسمى سميكة شوية هنا دي كده هنلاقيها شكل كده تلت تلاته دوت فوق بعض دي يعني اشكال متنوعه يعني مش مش بتفرق في حاجه في الوظيفه تمام الحاجه التانية في ديزاين الديزاين هنا في مثلا بوردر هنا يعني حواليها خط يعني حواليها كده في اطار والاطار ده ممكن تحدد هو كام بيكسل وممكن ان انت كمان تحدد الاطار ده شكله ايه يعني هل هو خط زي كده ولا هل هو داش يعني مقطع ولا ايه والكلام ده كله في الايكون سايز يعني انا اخليها ديفولت عادي كده ممكن تيجي عند الايكون سايز الحجم بتاعها قد ايه لو انا شايفها صغيره طبعا فكره انه يبقى الزر كبير على الموبايل ده مهم علشان لما حد يجي يضغط عليه بصباعه او كده يبقى متلاحظ وما يضغطش على حاجه جنبه او كده هنا لونه يعني هل هتخلي لونه ايه مثلا انا اخلي لونه ازرق كحلي يعني ولما يجي يعمل هوفر عليه يعدي عليه يديله لون بيج فلما اجي كده هيبدا يتحول للون البيج والباك جراوند بتاع التريجر ده مثلا هتيجي الباك جراوند نفسها يعني ممكن تعمل له باك جراوند زي كده تمام ولما يجي عليه الماوس نعكس نخليه باك جراوند كده نيجي نعمل كده اول ما تيجي عليه يبقى لونه يدي كحلي يعني بيعكس اللون انت ممكن تعمل الشكل بهذه الطريقه ده بالنسبه لكده برده هنا في البادنج بتاعه فوق وتحت والكلام ده يعني هو في ممكن نخليها متساويه اخليها اللي هي جوه شايف الحاويه اللي جوه اللي بتاع حواليها في بادنج معين انت ممكن تعمله باي طريقه الشكل المناسب ليك يعني تمام بس ده بالنسبه لايه لان انا عملت دي هتلاقي ده اتطبق هنا واتطبق على الموبايل طيب انا طبقته على التابلت وشكله كويس جدا لو رحت للموبايل دلوقتي هلاقي لا دول لزقوا في بعض جدا لان الموبايل يعني حجم العرض بتاعه اقل فهنحتاج نصغر حاجه هنصغر ايه طيب والله انا عاوز اللوجو فهاجي على اللوجو وهنا شايفين هنا لوجو ماكس width احنا عاملين اللوجو 170 فين على الديسك توب هنا في التابلت وهنا في الموبايل هاجي اضغط على كل على الموبايل هنا في علامه الموبايل هضغط عليها وبعدين ابدا احط انا كنت 170 ممكن اعملها 120 اصبح على الموبايل 120 ولكن هنا او هنا 170 يعني 170 دي على الديسك توب. لو رحت على التابلت هيديني هنا ما فيش حاجه ليه؟ ما فيش حاجه معناها ان هو تبع اللي قبليه معناها انه 170 برضو لكن لو ممكن اغير اقول له خليها 150 وعلى الموبايل 120 يبقى انا اديت ثلاث قيم كل قيمه ليها علاقه بحجم شاشه معين ده اولا الحاجه الثانيه هاجي على الجزء الخاص بالتريجر ده اللي هو المنيو او التوجل دي وهروح هنا على الحجم بتاعها على الموبايل برضو عايز اصغره شويه هاجي هنا وابدا اصغر حجمه بهذا الشكل خليها 22 كده اصبح مناسب للموبايل والتابلت بتاعه مناسب للتابلت وكل حاجه ليها مناسبه لحاجه معينه. طيب دي الجزء الخاص بده هنفتح بعد كده القايمه نفسها اللي هنضغط عليها هتفتح دي اللي هي هنا الاوف كانفاس دي المربع اللي هنا احنا شايفينه البوكس ده كده ده الاوف كامبس ده اللي هو كله على بعضه جواه في موبايل نافيجيشن اللي هي القايمه دي تمام يبقى احنا ده كله اللي اتفتح ده كله اسمه الايه اسمه الاوف كانفاس واللي جواه دلوقتي مفيش غير ايه موبايل نافيجيشن لو مسحت هنا الموبايل نافيجيشن هيمسح القايمه هتبقى الاوف كامبس دي لما اضغط عليها كده هديها فاضيه يبقى الاوف كانفاس دي لوحدها مستقله دي نفسها انت ممكن تعمل اعدادات ليها يعني ممكن اولا تخليها فول ويدث يعني ايه تفتح الشاشه كلها مش من الجنب كده اهو تمام تقدر تعمل سايد بانل زي ما هي تيجي من الليفت او تيجي من الرايت -right. يعني على حسب ما انت عايز تيجي من الليفت او تيجي من الرايت -right. يعني افتح كده هتيجي من الايه من الليفت لكن لو عملتها رايت right, تفتح من الرايت -right. تيجي من ناحيه اليمين تمام دي حاجه الحاجه الثانيه في حاجه اسمها موف بادي toggle يعني لما تفتح بتزق الصفحه معاها عارفين ازاي لما اعمل كده وجيت فتحتها هتلاقي الصفحه دي كانها بتتزق تمام شوف كانه بيزق الصفحه يعني كان الصفحه بتروح هناك بيدي تاثير ده مؤثر يعني تاثير مش اكتر فده بالنسبه لايه للاوف كانفاس فانت تقدر تتحكم في الاعدادات بتاعتها من هنا وتقدر تتحكم في الالوان انا طبعا الالوان بتاعتي أنا عندي الالوان بتاعتي هو لونها اسود لكن انا لا انا هاجي عند الالوان واقول له الباك جراوند هخليها كحلي مثلا زي كده او ممكن تخليها بيج زي كده زي ما احنا عايزين يعني الالوان بتاعتنا والكلوز ايكون اللي هو علامه الاكس اللي بتقفل دي برضه تقدر تتحكم فيه الحجم بتاعها لو عاوز تكبرها شويه ولا حاجه ولونها تقدر تتحكم فيه من هنا ممكن اخليها بيج تمام وتخلي لها خلفيه لو انت عاوز تعمل لها يعني زي خلفيه زي كده تمام يعني انا مش هعمل لها خلفيه يعني مش محتاجه وبرضو البادنج بتاعها حاجات زي كده فدي حاجات بسيطه يعني فاحنا كده ظبطنا على هذا الشكل اجي بقى جواها عاوز تحط ايه عاوز احط النافيجيشن النافيجيشن اللي هو المنيو كده حطينا المنيو يفتح اهي المنيو موجوده على اللون اللي احنا بقى عملناه والشكل اللي ليه علاقه بيه الجزء بتاعنا طيب عندنا بقى في عاوز اتحكم في الوان هنا يعني احنا لو نلاحظ في حاجه هنا كونتاكت أص مختفيه ليه مختفيه علشان هي معموله ان الاكتف او الصفحه الحاليه تبقى لونها كحلي والخلفيه اصلا كحلي. فاحنا هنيجي على الموبايل نافيجيشن عادي دي وزي ما كنا بنعمل في شويه حاجات في جنرال وفي ديزاين. جنرال هتلاقي دي بيعمل لك المسافه بين اللينكات وبعضيها يعني هي هيخلي المسافه بين اللينكات وبعضيها قد ايه. فانت بتبدا تعمل الشكل المناسب يعني مثلا واحد تسعين او تسعين كده كويس. وبعد كده هتخش على الديزاين وهتقول له الاكتيف دي انا عايزها تبقى ممكن بيج برضو او ممكن تخليها بيج فاتح شويه زي كده تمام يعني حاجه زي كده طيب انا دلوقتي يعني مش واضحه او ممكن تعملها باك جراوند يعني اخلي الأكتف الباك جراوند بتاعتها تبقى بيج وهي نفسها زي ما كانت كحلي عادي تبقى زي كده يبقى انا اللي هي بتبقى أكتف بتبقى عامله كده واللي عادي كده وممكن اعمل نفس القصه في الهوفر اللي اجي عليه هخلي اللي اجي عليه لونه هيبقى كحلي والخلفيه بتاعته هتبقى بيج او البيج ده خلينا في البيج الاغمق شويه زي كده فانا لما اجي كده شوف يبدا ان انت تيجي هوفر يعمل لك عليها آه المؤثر ده اللي تضغط عليه يدي له الشكل ده وهكذا يعني الديفايدر اللي هو الفاصل اللي بينهم فيه خط رفيع كده انا ممكن ان انا اكبره أو أصغره زي ما أنا عايز وممكن ألغيه خالص أعمله صفر يعني ممكن أجي هنا كده وأقول له مفيش إكس هيلغيه خالص لكن لو جيت عملت له خط تمام ممكن أعمله خط مقطع زي كده ممكن أعمله منقط زي كده ممكن أعمله دبل لاينز زي كده أيا كان يعني دي كلها حاجات أنت بتتحكم فيها بالطريقة بت... اللي أنت عايزها وتديله لون كمان لو أنت عايز تعمل لون زي كده ده بالنسبة لي القائمة عاوز أضيف حاجة تحت القائمة يعني مثلا عاوز أضيف تحتيها السوشيال ميديا اعمل كده هيضيف تحتيها هنيجي نفتحها تاني هيضيف السوشيال ميديا تحت نفس القايمه القايمه بتاعت الموبايل عاوز اتحكم في الالوان وكده طبعا زي ما بنعمل بنخش على السوشيال ميديا ونبدا نتحكم في الاعدادات بتاعتها احنا كده بالنسبه لنا تمام القايمه اصبحت متجاوبه وانا استمر على الشكل ده تمام وده هو هو نفس الشكل اللي على الموبايل اضغط هنا الاقيه بيفتح القايمة كويس أهو كده تمام يبقى ده أول جزء أعمل بابلش خلاص وأطلع بره يبقى كده لما أصغر الشاشة وأجي أعمل كده هيفتح كده أعمل كده هيقفل كده تمام طيب نخش بعد كده على التجاوب بتاع الصفحات اللي إحنا عملناها يعني إحنا نروح على أباوت أباوت أس دي هي شكلها كويس تيجي نصغر الشاشة بقى لما تيجي نصغر الشاشه ممكن توضح حاجات نمشي كده هنشوف اه في هنا حاجه الجزء ده احنا كنا عاملينه لو نفتكر مارجن بالماينس من على اليسار عشان يخش على الصوره اللي جنبه فلما نزل تحت اصبح بالماينس برضه بس ايه داخل بقى على اي حته كده في الايه المجهول يعني فده محتاج نعدله يبقى احنا دلوقتي شايف الحاجات دي كلها ده طويل قوي احنا ممكن نحط كل اثنين في سطر بدل ما كانوا كلهم الاربعه في سطر خليهم لكل واحد في سطر خليهم كل اثنين في سطر الكلاينتس هنا هو هنا ظابطها يعني مخلي بدل ما كانوا اتنينات او تلاتات بقت وحايد عشان يكفي فدي ما فيهاش تعديل يعني يبقى احنا هنا محتاجين نعمل شويه تعديل يبقى نخش على ايديت الصفحه الحاجات دي مهمه لان انت بتبقى فاكر ان الموقع تمام والصفحه تمام ويجي الزائر يخش على نسخه الموبايل يقول لك الموقع ده ملخبط مش عارف اخش على مش عارف اتاري فيه مشاكل هنيجي هنا فوق هنلاقي فيه القايمه دي, دي ديسك توب وتابلت وموبايل احنا خلاص على الديسك توب مفيش مشاكل عندنا نخش على التابلت نبدا نشوف اول حاجه هل التابلت محتاج فيه اي تعديل نبدا ننزل كده تشوف هل في حاجه محتاجه تعديل وتبدا نشوف اه في حاجه محتاجه تعديل اول حاجه السكشن اللي فوق ده اللي هو الرول الاولاني هفتح الهيرو الهيرو هنا طويل قوي لدرجه ان الجزء الاولاني فيه ابيض كتير يعني انا ممكن اصغر حجمه شويه طب انا عايز اصغر الارتفاع بتاعه هروح للادفانسد واروح للارتفاع اللي هو structure setting واقول له هنا طبعا بيقول لي فيه برضو ايه؟ ادي الديسك توب وادي التابلت وادي الموبايل انا على التابلت دلوقتي اعمل له ايه؟ انا كنت مديله 100% في اتش يعني يبقى الارتفاع بتاعه 100% انا هنا ممكن اخليه 60% هيصغر شويه كده اعتقد بدا يتلم شويه مش يتلم يعني يلم نفسه لا يعني يبقى ملموم يعني تمام؟ فبقى يعني شكله اوضح بالنسبه للتابلت يعني تمام ننزل تحت كده اه هنا محتاجين تعديل ايه التعديل والله التعديل اللي احنا هنا حاجه من اتنين يا يعني اما ان احنا نحطهم جنب بعض ونصغر الخط والعناصر يا يعني اما نحطهم تحت بعض بس انا اعتقد بالنسبه للحجم ده ممكن نحطهم جنب بعض بس نصغر العناصر هنفتح اباوت دي الجزء ده والسيكشن ده ونشوف اول اه رو احنا في اول رو ده جواه في اتنين سكشن انا كنت السكشن اللي هو بتاع الصورة ده ما فيهوش أي مشكلة، السكشن التاني كنا عاملين له في الأدفانسد هنا ماينس 120 من ناحية الشمال. يعني في داخل على اللي جنبيه 120 بكسل. طيب أنا دلوقتي على إيه برضو لازم أتأكد دايماً إن على التابلت. أقول له لا أنا مش عايز بقى دي 120. ولا هتعملها إيه؟ لا هنصغرها شوية. اعملها بقى أي قيمة أنت عايزها. القيمة دي كام؟ هعملها بالماينس برضو بس اقل شويه ممكن اعملها ماينس 60 مثلا ونجرب هل 60 دي قليله ولا كويسه؟ والله انا شايفها برضو محتاج ننزل شويه تاني يعني نخليها سبعين أه... مثلا ممكن قص طيب بعد كده هنيجي على الخط الهيدنج الخط ده كبير شويه بالنسبه للتابلت فانا هاجي هنا الفونت سايز على التابلت هيبقى ايه؟ صغروا شويه ممكن يبقى لارج زي كده والنص ده اجي عليه واتاكد انه على التابلت هيبقى ايه؟ يبقى سمول زي كده ميديوم لا كبير يبقى سمول هنيجي يعني على اللي تحتيه نفس القصه اخليه سمول اللي هو كده احنا لو نلاحظ بدات العمليات تبقى ايه ملمومه شويه والامور اوضح شويه ولكن تبقى ان الصوره دي برضو لسه فيها مشكله ان هي مش متناسقه مع حينة. فهجي فهاجي على السيكشن اللي فيه الصوره ممكن اعمل كذا حاجة، أول حاجة أنا ممكن مثلا أقول له السيكشن ده وسطنه يعني خليه في المنتصف كده على التابلت فتنزل الصورة في المنتصف بالشكل ده تمام؟ والله ممكن أكون محتاج أصغر يعني الصورة تبقى أكبر شوية من المحتوى ده، يعني إيه تكون السيكشن بتاع النص ده يكون أصغر شوية وداخل عليها، طيب عشان يكون أصغر شوية لازم أوسعه تمام؟ يعني إزاي أوسعه؟ يعني السيكشن ده نفسه انا محتاج اعمله شويه حاجات زي مثلا العرض بتاعه او كده يبقى مختلف تبدا تشوف انت ممكن تعمل فيه ايه بحيث يبقى مظبوط او ان انت في الاخر ممكن تعمل حركه تانية خالص تروح للسكش... لل... ده كله الصف ده كله وتقول من هنا كده على اليمين لا خليهم تحت بعض بالشكل ده هيبقى كده لو انت لقيت العمليه مش جايبه معاك يعني فانت بتبدا تتحكم في الحاجات دي بهذا الشكل هنروح للرو تاني نقول له لا خليهم جنب بعض بس هنخليهم كده يعني ده اصغر من ده ما انت خد بالك برضو احنا بنغير اللي اوت على التابلت لا طب خليها كده لا كده احسن ممكن كده احسن ممكن شويه كده احسن يعني نبدا ايه نشوف الكلام ده بعد ما تشوف الشكل ده لو خلاص تمام بالنسبه طبعا ممكن نعمل حاجات يعني افضل الصوره نكبرها مش عارف ايه الكلام ده كله ولكن احنا ممكن نخليها بالشكل ده كويس هننزل تحت على الصف اللي بعديه اللي هو الصف ده هنا ممكن نخليهم اربعات بس هنقلل النصوص الخط يعني هنروح على 305 دي كده هنيجي هنا على ستايل بتاع الكاونت اب ده اسمه الكاونت اب اللي كنا عاملينه وهنقول له خلي الفونت سايز من تحت هنا على التابلت ده الفونت سايز بتاع ايه التايتل في عندنا تايتل وفي عندنا نمبر احنا خلينا في النمبر تحت في اعدادات للده وده طيب هنبدا نعمل ايه تعمل الاعدادات طيب احنا بندوس عليها دلوقتي مش بتعمل تعديل ده ليه احيانا بيكون دي يعني زي كده كاش او حاجه فانت لازم تعمل ريفرش يعني عادي ممكن مش مشكله في البتاع فهنعمل كده ونعمل ريفرش ونرجع كده يعني لو لقيت حاجه بتعملها مش بتتطبق فممكن يبقى زي حاجه كده بج صغير ولا حاجه هنيجي كده وننزل تحت هنيجي على الجزء ده تمام وهنيجي على الستايل ونبدا نشوف التابلت هنعمل ايه الفونت سايز ده لا تحت النمبر فده الجزء الاول بعد كده هننزل تحت هنا عملهم اتنينات جنب بعض لو انت شايف الاتنين يعني متناسقين مع بعض كده اتنينات خلاص يبقى نخليها زي ما هي يبقى كده احنا شفنا الصفحه كده من اولها لاخرها ظبطناها على التابلت هنروح بعد كده فوق ونبدا ننزل على الموبايل على الموبايل هنا تعالوا نطلع فوق هنلاقي فيه طبعا الهيرو الاولاني ده يعني كده ممكن تحس لو حسيت انه صغير شويه هنروح على الادفانسد هنا ونروح استراكشر وتدي على التابلت مثلا تقول له خليها 50% يعني تدي له 50 في اتش على التابلت يبقى ادفعه كده هنحس ان الحته اللي تحت دي بقت مثلث يعني صريح قوي فهنزل تحت المثلث ده لو تفتكروا كان في اللاي اوت حاجه اسمها البوتوم ديفايدر البوتوم ديفايدر هنا كان ليه ديفايدر هايت وديفايدر ويد فاحنا كنا عاملينه بنسب معينه مناسبه للديسك توب لكن لما جه هنا اصبح يعني مش قوي فاحنا هنبدا نيجي هنا وتبدا تعدل وانت طبعا ايه متاكد ان احنا على الموبايل هنا تحس يبقى شكله افضل يعني كده شكله كويس 35 معقول يعني مش ايه مش قوي يعني كده ودي العرض ده لو انت عاوز ايه تعمله بهذا الشكل فانت تظبطه على الشكل اللي انت عايزه خد بالك ان الشكل ده هنحتاجه بعد كده نعمله كوبي بيست لباقي الصفحات عشان يبقى بنفس المعايير ما يبقاش صفحات مختلفه تمام فاحنا هنخليهم 38 اعتقد كده معقول هننزل تحت الجزء اللي احنا قلنا عليه طبعا هنا مش هينفع نحطهم جنب بعض فالصوره خلاص ما مشكله المشكله هتكون في الجزء السكشن الثاني ده فاحنا نيجي على السكشن الثاني نختاره بعنايه من هنا المشكله كلها في السكشن ده انه واخد مارجن بالسالب من على الشمال عشان كان داخل على الصوره بس لما نزل تحت خلاص هنيجي على الادفانسد وهنقول له ما تعمل ليش هنا ايه اي كده خلي نن صفر يعني كل صفار وبالتالي انا عملت ريفريش ولا تمام وبالتالي أصبح كده شكله كويس، ليه؟ أنا شلت خلاص الإيه؟ الجزء الخاص بيه المارجن اللي على الشمال عشان يبقى شكله منضبط على الموبايل بالشكل ده. عاوز تصغر الخط أو حاجة، تمام أنا شايف الخط تمام، هننزل تحت هنلاقي دول برضه. تمام؟ وتحت خالص ده خلاهم محايد. طيب، هنا في حاجة بقى نعملها، أول حاجة الجزء ده إحنا ممكن هنا نحاول نخليهم اتنينات على الصف الواحد. فهاجي للجزء اللي ماسكهم السكشن اللي ماسكهم هو سكشن ولا ايه اللي اوت الصف اللي ماسكهم الصف اللي هو الرو اللي ماسك الأربعة دول اللي هما كانوا جنب بعض بقوا فوق بعض وهاجي هنا في اللي اوت برضو ما اللي اوت ده عاوز تغير فيها تنظيم اي حاجه في هاجي على الموبايل واقول له هنا ايه خليهم اتنينات مثلا يعني اتنين, اتنين اتنين اسمه جريد يبقى عامل كده طبعا احنا لما نصغر الخط هيبقوا افضل ممكن تخليهم جنب بعض لو انت عاوز تحافظ عليهم جنب بعض براحتك يعني بس انا هنخليهم كده يا اما تحت بعض زي ما هم كده طيب لو عملناهم جنب بعض كده وممكن نقلل شويه الايه الهواء اللي بينهم المسافه اللي بينهم سواء ككولم وسواء كرو من الكولم نجتر نخليه سمول والرو نخليه سمول فكده هتبقى معقوله شويه هيتبقى بس احنا نغير الخط نقلله شويه وممكن تغير برضو الراديوس اللي هو الكورنر ده يعني كبير قوي بالنسبه للمسافه دي فممكن تروح على السكشن سكشن يعني اللي هو في الجزء ده السكشن بتاعه الأولاني ونروح للإعدادات الستايل احنا كنا عاملين له حاجة في البوردر اسمها بوردر راديوس ممكن اخليه خمسة بس أو ستة سبعة تمانية تسعة عشرة خليه على الكل يمين وشمال عشرة يمين وشمال وفوق تحت فهنلاقي شوف ال... ال... ده هيبقى أفضل من ده شوية عشان قللنا، وقللنا فين؟ إحنا شايفين هنا على الموبايل، لكن الشكل العادي ده هيبقى على الديسكتوب. والله لو عجبني الكلام ده إحنا ممكن نروح مطبقينه على باقي السكاشن يعني ده السكشن الأولاني، ده السكشن الثاني، ممكن ناخد كوبي ااا آه... ستايل، ونيجي على اللي بعد السكشن اللي بعديه وأقول له بيست ستايل، هيعمل نفسه، ثالث بيست ستايل، وبعد كده بيست ستايل. كده اصبح شكلهم افضل كده خلاص الامور هنا تمام هنا تحت ممكن لو حبيت ان انت تعمل اي تعديل تعديله ممكن احب اصغر الخط ده شويه اخليه 14 مثلا على اساس ان يعني الخط كبير فمش مش شكله مش حلو يعني فهنيجي على التايتل سيتنج وفي الريتنج والكونتنت الكونتنت اللي هو المحتوى هنقول له اعمله الفونت سايز سمول شوية فشوف لما صغر كده بقى أفضل يعني الشكل أفضل وهكذا بقى هيبقى على الكل خلاص يعني أنت بتعدل بس في ايه? في التستيمونيالز الرئيسي بيعدل على الكل نفس الشكل لو عايز أعدل على الاسم برضو والوظيفة بتاعت الشخص تمام أشوف هنا الوظيفة والشخص نيم سيتنج النيم هنا ممكن أخليه برضو سمول أو أخليه ميديم لا أخليه سمول والوظيفة تحت اوكيبيشن اخليه سمول تمام كده انا ايه عدلت عليه ممكن الايكون يعني الايكون دي برضو كبيره شويه هطلع فوق الاقي الايكون فين اللي هي دي الايكون سايز احنا دلوقتي ممكن نصغرها شويه تمام او مش الايكون سايز احنا مش مشكلتنا في الايكون مشكلتنا في البادنج اللي حواليها ده مش مشكله خلاص نظبطها على هذا الشكل كده احنا عملنا الصفحه دي اصبحت متجاوبه يعني حضراتكم دلوقتي لو دخلتوا عليها على الموبايل هتلاقوا شكلها كويس ومتناسق مع الموبايل مش شكلها بقى فيها حاجات داخله يمين وحاجات داخله شمال والكلام ده كله ده بالنسبه للتجاوب بتاع صفحه اباوت اس عندنا بقى صفحه كونتاكت اس وصفحة كونتاكت اصلا ما فيهاش يعني موضوع كبير هي اخرها عاوزين ناخد نفس الجزء اللي فوق الهيرو هو هو الاباوت مش هنقعد بقى احنا نفتكر احنا عملنا فيه ايه صح؟ فهنعمل ايديت لده وهنعمل ايديت للصفحه دي ناخد من اباوت كوبي ستايل من الهيرو ونحطه فين؟ هناك على احنا مش هنقعد احنا مش فاكر احنا عملنا فيه ايه بس احنا عملنا فيه حاجات طبعا الستايل اللي بياخده ده بياخد الستايل على الديسك توب وعلى الموبايل وعلى ال... ال... الموبا... التابلت يعني مش بس على حاجه واحده فانت تيجي هنا تقول له كوبي ستايل من هنا وهنيجي هنا كده نروح للكونتاكت واقول له بيست ستايل خلاص لما نيجي بقى نشوف هنلاقي ان هو اصبح على التابلت اهو صغير زي ما كان هناك وموبايل برضو معقول وسهل خلاص ده حاجه طيب الحاجه الثانيه احنا بس في حاجه ان هنا في اباوت اس أص... اباوت اس هنا لما صغرت شويه على الموبايل كده كانت الكلمه يعني عادي ما عملتش مشكله لكن لما الكبر... الكلمه كبرت هنا الكونتاكت نزل تحتها اس فاحنا محتاجين نعمل ايه؟ هنيجي على اباوت اس وكونتاكت اس يعني العناوين اللي فوق دي نصغرها شويه فطبعا ما دام في مكان يبقى تصغرها على الكل عشان التناسق ما ينفعش ان انا يبقى في صفحه عنوان بتاعها مثلا ميديم واحده تانية لارج لا ما انا ما دام هعمل على الكل اعمل على الكل حاجة واحدة فأنا هعملهم لارج كده تمام طبعا لارج دي على الموبايل على الموبايل اهو زي ما هو واضح وفي نفس الكلام هاجي هنا اقول له على الموبايل خليها لي لارج زي اختها اللي هناك تمام يبقى كده بقينا تمام يبقى أول جزء ده عملناه بسرعة لأن خدناه كوبي بيست هنزل الجزء اللي تحت بس إحنا ما رحناش للتابلت التابلت مش هنعدي عليه حاجة فوق التعديل كله هيبقى في الجزء اللي تحت هنا كده عاوزين نعمل أي حاجة ممكن تلاقوا هنا يعني الحاجات مزنقه فالسطور قريبه يعني في كده فممكن نعملهم اتنينات زي ما عملنا في الجزء اللي هناك فهنيجي على الرو اللي هو خاص بالكونتاكت اس ونيجي هنا كده هيقول لك بقى ايه برده اه اتنينات هعملهم اتنينات بالشكل ده اتنينات بالشكل ده فشكله هيبقى كده افضل ومريحين اكتر ونعمل المسافات بينهم كده يعني نصغر المسافات اللي بين العناصر وبعضيها وبعدين هتيجي تحت هتلاقي الجزء ده اللي هو الخريطة لو نفتكر ما مشكلة يعني بس هنلاقي إن في مسافات كبيرة بينهم يعني هنا الجزء اللي هو خاص بالرو بتاع الكونتاكت انفو ده في بادنج كبيرة شوية 4 اكس و اكس فلا مش محتاجين هنا كل ال اكس ده فهنيجي على زي ما احنا ونقول له على التابلت هنخليه مثلا انت شوف بقى المعاينة بتاعتك يعني نخليها ميديوم ومن تحت هنخليها ميديوم كده قربت المسافات شوية يعني تبقاش كده تمام ونفس القصة لو لقيت أي حاجة فيها كده برضو تعمل. يعني. هنا ميديوم وهنا ميديم. هنا برضو في بادنج على الخريطة اللي تحت ممكن تصغره وعلى فكرة أنت ممكن تسحب يعني من غير ما تكتب يعني ممكن تسحب بالشكل ده لغاية ما تلاقي الشكل تمام يعني خلاص كده دول أصبحوا يعني تمام أفضل من قبل كده ونروح على الموبايل هنشوف طبعا عملهم وحايد فده شكله كويس يعني الوحايد مناسبة تمام والخريطة تمام بس هنعمل شوية تعديلات أول تعديل المسافات اللي بينهم كبيرة هنا في من الواضح إن إحنا كنا عاملين لو نفتكر هايت إن كل سيكشن كان الهايت بتاعه كبير عشان يعني يبقوا قد بعض فهنروح للهايت ده هنلاقي هنا المينيموم هايت ونشوف احنا عاوزين نعمل هايت قد ايه 100 اه مثلا زي كده لو كده معقول خلاص شوف يعني انت بتبدا تشوف هنشوف هنا كده هنبدا نطبق الكلام ده على كله يعني كده خلاص هو بقى 100 بيكسل هتروح للسكشن اللي انت عملته ده بعد ما تتفق عليه خلاص ان هو تمام هنروح لباقي السكاشن وبرده نيجي من هنا عشان نعرف نضغط على السكشن مظبوط ونقول له بيست ستايل هنلاقيه بيصغر اهو يبقى كده غيرنا الهيدنج في الهايت في كل العناصر ولو نلاحظ ان الهايت لما عمل كده بقى فين على الموبايل خلاص كده تمام كده اصبحوا قريبين شويه مش بعيد قوي يعني الخريطه دي برضو هي هي طولها مناسب بالنسبه للديسك توب او للتابلت ولكن هنا عشان العرض صغير فممكن افتح ده واغير بس في مشكله هنا إنك لو هتغير ده لازم تغيره أه لو إنت فاهم بس CSS عشان ده HTML ما ينفعش أغيره من هنا من على الإعدادات لأن ده HTML ليه كود معين بتعمل فهتسيبه زي ما هو بأحسن ما إيه في موضوع فيه مشكلة أو كده ونعمل له أبديت بس كده إحنا خلصنا الصفحتين دول كاملين بالتجاوب وبكل حاجة الهيدر الفوتر كل حاجة تمام اصبحوا مفهومش اي مشاكل تانية خالص ونقدر ان احنا كده نقول ان احنا خلصناه